عودوا إلى رسول الله، عودوا إلى رسول الله، عودوا إلى رسول الله، عودوا إلى رسول الله. ولما صاح العباس بن عبد المطلب يريد عودة المسلمين؟ ذلك أنه أشيع يا أم سليمان موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلخلت الصفوف وتقهقرت وفر جمع من الناس. وهل سمعوا صوت العباس يا أبا سليمان؟ نعم، فلقد كان صاحب صوت قوي ثبت القلوب وعاد جمع من المسلمين. أنت يا أبا سليمان أين كنت؟ كنت ملقا على الأرض لم أدري عن شيء حتى نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، فقمت وكأن شيئا لم يكن. وجراحك يا أبا سليمان؟ والله لا أدري يا أم سليمان، ولكنها ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيت، فقاتلت قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصرنا، وجمعت يومها غنائم عظيمة. إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا؟ إذا كان من أمر الله صبرنا، وإن كان من أمر الرسول استعبناه. ولماذا قالت الأنصار ذلك يا أبا سليمان؟ ذلك أنهم رأوا الزيادة في العطاء للمؤلفة قلوبهم من قريش، وهم أهل السبق ولم يعطوا كذاك العطاء. وهل بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، بلغه يا أم سليمان. ومن قال له ذلك؟ وماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أبلغه سعد بن عبادة وقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، فقد قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظام في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد؟ فقال له سعد: ما أنا إلا امرؤ من قومي يا رسول الله، أشعر كما يشعرون. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر لأتألفهم بذلك. يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله تعالى، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكتوا يا أم سليمان. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: بماذا نجيب يا رسول الله؟
ولله ولرسوله المن والفضل، وما أخذناه كان أكثر بكثير مما منع منا. فقال لهم: الرحمة المهداة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموه، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الرجال حتى خضلت رحاهم يا أم سليمان، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. وفرح الأنصار بذلك، وذلك أنهم كانوا يخشون أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أن فتحها الله عليه، فيجلس بين أهله وبني عمومته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمنهم ورضوا بذلك. يا لعظيم أدب الأنصار وحرصهم على ألا ينازعهم أحد في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الأنصار وتلك خصالهم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا أبا سليمان، دعني أحضر دواءك وبعدها تخبرني عن غزوة مؤتة وما حدث بها. كما تشائين يا أم سليمان. خالد بن الوليد، سيف الله المسلول.